استاذ علاء ازيك؟ علي صوتك سنه وقول لنا تتوقع كام الاول. تحيات لحضرتك وحضرات الساده المشاهدين. تتوقع الفوز كام الاول؟ اتوقع الفوز 2-0. وانا متوقع 2-0 من قبل انت ما تيجي، عشان ما تقولش غشيتها منك، عشان انت بيني ما بينك كراهيه مش طبيعيه اليومين دول بصراحه. لا ليه، احنا لسه مقابلين بعض صدفه امبارح يا راجل. بس انا زعلان منك، نسيت اقول لك كنت تعبان امبارح والله، نسيت ما ركزتش. انا زعلان جدا والله، انا بدور عليك ونتعشى لقيتك مشيت. لا انا كنت من بدري اصلا. انا فاكر الجو هناك تلج قوي في اكتوبر، ده الجو برد جدا. مش متعود انت على مش متعود انت على الاماكن الشيك الغاليه، انت اخرك ارنب بخمسة جنيه الشاي. يا بص يا علاء، خلينا صراحة قدام الناس، انت جالك برد من الغلو بتاع الاسعار، انت اخرك ارنب خمسة جنيه الشاي. حلبس لا خمسة جنيه الشاي بثلاثة جنيه، بخمسة بثلاثة جنيه. بيقول لك يطمع ولا ايه؟ بيقول لك المعلم ارنب اللي الشاي عنده بثلاثة جنيه وعلى سحلب ببلاش. والله العظيم زي واحد صاحبنا بيقول لك صاحبنا لغى أكلة البليلة من النادي وشال الجرايد بتاع البسكليتات. من زمان يعني الخبر صحيح مش بنألف يعني. والله العظيم بيقول لك كمان هيرفع قضية على اتحاد الدراجات عشان يلغي العجل. المهم معانا اخبار مهمة عايزين نديها. 2-0 علاء يا جماعة، قال وانا 2-0. انا متوقع الزمالك يفوز بكرة بهدفين دون مقابل. الزمالك بكرة هيفوز، الزمالك بكرة هيفوز بالتليفون يا ابني، لو لعب نص امكانياته قدام بيراميدز هيفوز بسهولة يعني. والله كل مبارياتنا قبل كده الزمالك كان داخل مباراة الطلاع برضه ضامن المباراة وانتهت 2-2 لما احمد سمير تعلق ماشي، بس كان خطأ مدرب حسني عبد الصمد بيقول لك 0-0 يعني، كان جروس وقتها، ولكن كان حصل خطأ تكتيكي في الملعب وكورتين يعني يتيمتين زي ما بيقولوا. يعني بس انا متوقع برضه فوز الزمالك بهدفين دون مقابل، بس طبعا مباريات الدوري ملهاش كتير يعني. طيب تبتدي باي حاجه بتحصل فهيحصل لخبطه في الماتش. تبدا بالتشكيل ولا عندك حاجه غير التشكيل؟ لا عندنا حاجه مهمه جدا، الاستاذ ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق فتح النار على رئيس النادي الحالي بسبب انتقال كهربا للاهلي. في تويته ولا حوار؟ اتفضل. في تويته ولا حوار؟ لا في تويته. اتفضل قولها. استاذ ممدوح عباس كتب تويته مهمه جدا، قال لك توقيع كهرباء النادي الاهلي في تقديري هو اهدار للمالي العام، حيث ان قيمه هذا اللاعب حوالي 5 مليون دولار، ذهبت هباء ومن المسؤول؟ المسؤول اداره فاشله في 100 عقده. طبعا كده الاستاذ ممدوح عباس بيحمل رئيس النادي الحالي اللي هو بيدير طبعا نادي الزمالك، بيحمله انتقال كهرباء للاهلي وبيعتبر ان ادارته للنادي فاشله. انا بعتبر كلام الاستاذ ممدوح عباس كلام محترم جدا وقذف جبهه من العيار الثقيل وكلام في محله، لانك انت كان معاك لاعب بخمسة مليون دولار فعلا، انت فرقت فيه لما ما رضيتش تزود له عقده وقفشته وما سبتهوش غير لما ساب لك النادي، فراح فريق للمنافس، فللاسف الشديد خسرت نفسيا قدام الجماهير وخسرت ماليا واهدرت ملعب. كلام مظبوط 100% الاستاذ ممدوح عباس. اكيد طبعا، وزي ما قلنا قال المسؤول اداره فاشله في 100 عقده. طبعا الاستاذ ممدوح عباس رئيس نادي فاشله في اداره هذا الملعب. طبعا الاستاذ ممدوح عباس طبعا رئيس نادي الزمالك السابق ورئيس الشبكه حاليا. ايه الشبكه دي؟ الشبكه اللي بيقول عليها مرتضى منصور. الشبكه بتاعتكم. بتاعتنا الخبريه علاء، بتاعتنا ازاي؟ امال انت ماضي، انت لسه ماضي على الاستماره. لا انت قلت لي ده هظبطك وفي فلوس ماليزي، لا شفنا فلوس ماليزي ولا يا عم علاء الشبكه معذوره اليومين دول، شيل الشبكه في الزنقه تدي لك في الرخو.
استناها بقى لما ربنا يفرج عليها. انا بعتنا خطين مبينين ان شاء الله. اتفضل. عندنا بقى نتكلم على القايمه بتاعت مباراه الطلائع. مستر كارتلون اختار 21 لاعب. والنهارده حصلت مفاجاه قبل اختيار القايمه، ان كابتن حازم امام جاله شد في عضله الضمه، خساره، فاضطر يستبعده بعد ما كان عامل حسابه في القايمه. ولما استبعده طبعا هو كده عنده عجز في مركز الظهير الايمن، لان حضرتك عارف ان حمد النقاز ما بيحضرش التدريبات بسبب الخلافات اللي بينه وبين النادي او رئيس النادي على المستحقات الماليه. فكالتيرون سال سامي الشيشيني مدرب العام نعمل ايه في الموقف ده. فالكابتن سامي الشيشيني اشار عليه ان هو يضم احمد عيد، احد الناشئين اللي بيلعب في مركز الظهير الايمن. فقال فعلا بضم احمد عيد لمركز الظهير الايمن. احمد عيد ده من الناشئين؟ ناشئين مواليد 99. بس هل ممكن يدفع بيها يا زغاليلو؟ لا لا مش هيدفع بيها، مش هيدفع بيها. طب مين اللي هيلعب في الحته دي؟ ايه؟ مين اللي هيلعب في الحته دي بدل حازم؟ اللي هيلعب في الحته دي محمد عنتر. لسه الاستاذ احمد. قبل كده محمد عبد السلام كان لعبها، لكن في ازمه برضه بتواجهه ان هو ما عندوش احتراف للمساكين. عنتر الاستاذ محمد بيقول لك محمد عنتر فعلا. هيلعب عنتر الاستاذ كيمو برضه بيقول ايد الاستاذ علاء كيمو احمد هيلعب عنتر. هو كان عايز يدفع عبد السلام، بس عبد السلام بقى مفيش احتياط للاثنين مساكين محمد عبد الغني ومحمود علاء، فهيضطر يحتفظ بعبد السلام على دكه البدلاء لحسن تحصل اي ظروف لاي لاعب في الاثنين يعني. استاذ جلال علاء قال لك محمد عبد الغني ما يقدرش يلعب بيه عشان ما عندوش احتياط للمساكين. احمد الشلمه بيقول لك صح عنتر اللي هيلعب في الحته دي. اتفضل يا استاذ علاء. تمام. نقول بقى ال 21 لعيب اللي اختارهم كارتيلون: محمد عواد، محمد ابو جبل، محمد صبحي، محمود علاء، محمد عبد السلام، محمد عبد الغني، محمد عبد الشافي، الناشئ احمد عيد، تونسي تلجاني ساسي، طارق حامد، محمد حسن، اسلام جابر، محمد عنتر، امام عاشور، مصطفى فتحي، المغربي محمد وناجم، يوسف اوباما، كريم بامبو، المغربي اشرف بن شرقي، عمر السعيد، مصطفى محمد. دول 21 لاعب. الزمالك عنده غيابات كلها اصابات: محمود شيكابالا، عبد الله جمعه، حازم امام، احمد سيد زيزو، محمود عبد العزيز، محمود الونش، وجنش لعدم الجاهزيه. تمام. تشكيل متوقع للزمالك امام الطلائع. دايما تشكيل، دايما التشكيل اللي انت بتقوله هو اللي بينزل على فكره، برافو عليك يعني. الله يخليك. التشكيل متوقع: محمد عواد في حراسه المرمى، محمود عبد محمود علاء ومحمد عبد الغني، محمد عبد الشيخ ومحمد عنتر في خط الظهر، قدامهم طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف اوباما، والمغربي محمد وناجي. محمد وناجي هيلعب مكان زيزو لان طبعا زيزو غايب بسبب شد في العضله الخلفيه. ده خط النص. في خط الهجوم هيبقى اثنين فراوده، سترايكر صريح مصطفى محمد، وتحته المغربي اشرف بن شرقي. تمام. طبعا احنا وضحنا ان الكابتن حازم امام عنده شد في العضله الضمه، وهو هيبدا التاهيل على طول بعد مباراه الطلائع. تمام. عندنا بقى كارتيلون عقد جلسه مع اللاعبين وقال لهم ان مواجهه الطلائع لا تقبل القسم على اثنين، وقال لازم يجب احترام المنافس في البدايه، وطالبهم بتحقيق المكسب للاستمرار في الانتصارات، ويتكلم عن الغيابات، وقال ان فعلا الفريق بيعاني من بعض الغيابات في بعض المراكز المؤثره، لكن هو عنده ثقه في العناصر اللي اختارها في القايمه ان هم يعوضوا الغيابات دي ويقدموا مستوى فني جيد. المباراه طبعا بكره على ملعب السويس. على ملعب السويس، على ملعب السويس مش ملعب الجيش بالسويس. ايوه انا بوضح للناس، على ملعب السويس، استاد السويس مش ملعب الجيش بالسويس، ده توضيح للناس بس. اتفضل يا استاذ علاء. لا استاد الجيش بالسويس. لا لا ملعب السويس. طيب مش مشكله، المهم النقطه دي بالسويس. مش هنختلف. كابتن طارق يحيى مدرب الطلائع اختار 20 لاعب لمعسكر المباراه. الاستاذ بيتر حشمت بيقول ما تقلبش ورا علاء، هو ملعب الجيش بالسويس. انا اسف يا استاذ علاء، ملعب الجيش بالسويس. لا تنسى الشاي، الشاي عادي. ده حاجه لنا في السويس. ولو رحنا هناكل سمك. ان شاء الله. لعيب بقى اختار 20 لعيب. الكابتن طارق يحيى
هنقولهم محمد بسام. استنى الاول، هو الاستاذ احمد جابر بيقول لك هو انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ ده سؤال يا راجل. ده زعيم الزملكاويه في ده زعيم الزملكاويه في الامم المتحده. ده زملكاوي اصيل علاء، يعني مش اي زملكاوي. ده زملكاوي ابط على رضاك. زملكاوي فظيع فظيع. اه ربنا يرحمه يا رب. اللهم امين يا رب. اتفضل. احنا عندنا 20 لاعب اختاروا من كابتن طارق يحيى، محمد بسام وكريم طارق وعمرو السيسي ومحمود سامي وعلي الفيل وعاصم صلاح ومحمد شعبان وكريم مندوس واحمد علاء وابو المجد بوشه محمد سمير وناصر منسي وفرانك ستيفن محمد شحاته محمد ناصف خالد سطوحي واحمد داوده واحمد سمير ومهند نشيل وحسام باولو. كابتن طارق عنده غيابات كلها برضه غالبيتها اصابات. عنده غيابات عمرو جمال واحمد كابوريا وعبد الرحمن زولا واسلام سري ومحمد رزق واحمد هاني وطارق رضاي ومصطفى محمود. كابتن طارق يحيى النهارده ساعات مهمه عن المباراه. في ناس طبعا اتكلمت معاها مساله تصفيق الزمالك عشان هو لا ده كلام ايه بالكابتن طارق؟ نختلف او نتفق معاه، ولكن الامانه المهنيه والشرف يحكموا على انه يلعب برجوله. ده كلام ايه انه يتقال حتى لو على سبيل الهزار يعني؟ لا هو الراجل اتسال وجاوب على الكلام ده. قال ايه بقى؟ قال في المساله دي وقال لك الكلام ده طبعا غير حقيقي، انا ما بصوتش ماتشات عيب الكلام ده، وده كلام انا بعتبره كلام اطفال ما بردش عليه. كره القدم لعبه للرجالة، واحنا عندنا مباراة صعبة قدام الزمالك، وانا راجل براعي اسمي براعي لقمة عيشي، وان شاء الله يقدم مباراة كبيرة امام الزمالك، واحنا عندنا هدف ان احنا نحقق المكسب، رغم طبعا احنا عارفين قوة الزمالك وعارفين ان هو دلوقتي روح المعنوية مرتفعة بعد الفوز على بيراميدز الثنائية، لكن هو على كمدرب يعني. الاستاذ حسان السيد بيقول لك الزمالك كبير باي حد، ودي حقيقه. اكيد طبعا اكيد. فكابتن يحيى بيقول ان هو يعني كمدرب عنده ثقه في اللعيبه بتاعته، وعنده ثقه ان هم يقدموا مباراه كبيره امام الزمالك خلال الساعات المقبله. هل لديك اخبار اخرى؟ لا ليس لدي اخبار اخرى.